Voilà, c'est Mehdi. Ça va? Je suis bien. السلام عليكم. En forme, ça à la base. نياتك بخير. تحياتي للبس بخير. الله يحفظك وين جيك. اش يمكن لك تقول لنا دابا على الترشيحات اللي كاينين في النجا؟ ويا بالك شي موضوع اخر بغيت تهضر فيه؟ مرحبا، تفضل. صراحة ما كذبش عليك، كنشكرك بعدا أول حاجة على هاد الاستضافة هادي، مرحبا. وصراحة مؤخرا شفنا انتدابات، شفنا دراري اللي جاو، شفنا الناهري، شفنا سامي، شفنا وي كوياطي، وي شفنا الأزهري، شفنا الحمراني، سيلا حتى هو كانت عليه بواحد المستقبل اللي غيكون زاهر مع الرجاء، لأن كان عادي قشط الفيديو ديالو. صراحة احنا محتاجين جو غابيد، وأو ميم طون كنكريو لي زوكازيون حدا الكاري. وي واللي بغيت نقول هو ان صراحه دابا احنا مضطرين على اننا نبيدو فارس بيكون عنده خبره. كنتمنى يكون ذاك الجول ديال طنجه، لان ضروري خاصنا ان جوار او موان دير دي ماتش في البطوله، لان ما تنساش على ان الرجاء غتلعب لاني بروشين ان شاء الله، غتلعب على سان كومبيتيسيون، بطوله كاس العرش، شامبيونز ليغ، كوب دغاب، وكاس سوبر. دونك اون ا بوزوان دي جوار اللي هما اكسبيريمونتي. وي واللي بغيت نقول على ان واحد المساله جد مهمه، تهي لان عندنا واحد البوست بحال غتقول عندنا فيه غير الحالي، هو خاصنا ظهير ايسر، خاصنا ضروري ظهير ايسر، لان الفرقه خاصها الدور. لان كنقولوا كاين خمسه ديال لي تروفي غنلعبوا عليهم. وصراحه الله انا نتمنى ان لي جوار يديروا يدخلوا الجو ديال الرجاء من لو ديبي ديال السيزون، لان انا بيرسونيلمون كمشجع ديال الرجاء جيسبيغ على انهم يمشيو بعيد في لا تشامبيونز ليغ. واخا انا صراحه تصدمت من شفت لا ليست ديال تشامبيونز ليغ، كنت كنتمنى او مون دابا يكونوا ديجا داخلين في لا ليست ديال تشامبيونز ليغ، او مون يدخل كوياطي. ما عندناش افا سونتر، ما عندناش احداث حتى هو اللي غيكون افا سونتر، ديجا لعب في لا تشامبيونز ليغ ليبوك اللي كان بانون وكان شاكير، كنا لعبنا دومي فينال الزمالك، كان دار ان باركور اللي هو مزيان. وسيلا حتى هو البوست ديال الرحيم سبعه في الشامبيونز ليغ، راه ما عندناش، عندنا واحد الفرقه اللي هي ناشفه او نيفو اوفونسيف، لان ملي غاتجي غاتشوف ما عندكش افاسونتر، ما عندكش سبعه، عندك جوست اللي كيكريو لي جو، عندك حافظ، عندك ميتواني، وعندك نجوما والوردي، وفوالا العرجون راه كي عنده مهمات دفاعيه. دونك او نيفو ديال الهجوم راه خاصنا سبعه واد ضروري، سينو غنشوفوا فرقه اللي هي ناشفه. كان ايه كنقدروا نشوفوا كما كتوصل جيت مورد الامانيات، ولكن اللمسه الاخيره ما كايناش، لا توش فينال ما كايناش. حيت خصك لعاب اللي كيدير بينيتراسيون، خصك لعاب اللي كيدير بينيتراسيون. بعدا فينا هو؟ راه كان عندنا رحيمي هو اللي كان كيدير اختراق للمربع، ما عندناش. لا ما عندناش مالوغوزمون ما عندناش. ولا هذا هو التساؤل اللي كنت باغي نطرحه عندي لاشيك، وكنتمنى على ان المتبعين ديال جمهور فريق الرجاء اذا كانت عندهم شي اضافه انهم يفيدونا. وكنت ديجا بوزي لا كيسيون، كنت سولتك، هو ان دابا كنشوفوا على ان لا ليست اللي كانت مقيده في لو ديبي كان فيها وطارا وناناح، دابا هما مشاو للمفتاح. واصلا على حساب القانون لا لوا اللي كاينه في لاكاب كيقولوا على ان الفرقه اللي كدوز لا فاز دي كرو عندها لو دغوا انها تزيد ان ولا تخوا الماكسيموم، ولكن لو كان اللي دابا طاري في الرجاء بوغيرمون حاليا هو ان وطارا وناناح هما ديجا شطبوا عليهم. دونك خاصنا اوموا هاد اللعابه هادو روبلاسيوهم، وعاد اوموا لو دغوا الاخر هو ان غنبدا نزيدو لعابه في الباس ديال دي كرو. كنت مكتب لي بحث في المساله، خاص يبحث لانه شوف القانون ديال لاكاف سميتك مهدي. القانون ديال لاكاف فيه واحد الغموض. القانون ديال لاكاف تيقول بانه الفرقه اللي كدار في لا ليست الاولى اللي كتمشي هي الاساس، هي الاساس، وهي اللي كتعتمد الى غايه نهايه المنافسات في الموسم. كيبقى استثناء، اشنا هو كيبقى استثناء؟ هو الفرقه خلات بلايص خاويين، كيمكن ليها قبل دور المجموعات تعود هذوك البلايص. دونك بحال يا سي راسك في هذه النقطه ديال اللعابه كانوا مقيدين وتشطبوا عليهم ما بقاوش. لا راه ها انت تيقول لك هما الا الفرقه خلات بلايص خاويين، خلات بلايص خاويين. دونك هنا هنا في كيبقى الغموض، واش كيقصدوا بها خلات بلايص خاويين يعني في التاريخ ديال بدايه دور المجموعات، او لا في التاريخ في الصفطات اللي لا ليست انيسيال اللي هي 15 غشت؟ واش فهمتي؟
هي راه اللي كيبان من القانون ديال لاكاف هو انه الا كنتي خليتي في الاول قبل منه كان زقوت عطيتي لا ليست درتي فيها مثلا غير 22 لاعب او 23 لاعب، شحال خليتي؟ لا ليست خصها تكون فيها 30، خليتي سبعه البلايص خاويين، كيمكن لك تزيد سبعه البلايص دايور لو ماكسيموم هو سبعه البلايص ما يمكنش تفوتهم، ولكن خصك تكون خليتي بلاصتهم خاويه، ماشي عندك ديكلاريتي واحد الليسته ودوك اللعابه مشاو بحالهم ولا غيزيليتي معاهم. دبر راسك دبر راسك الا غزلتي معاهم. دونك كيخصهم خصهم يشوفوا مع لاكاف. كنا البوبليك دراجه كناديو من الاول انهم يسرعوا في الانتدابات ويحاولوا انهم يحسموا لا ليست على ود هذه الامور، ولكن لا حياه لي من تنادي هذا هذا هو الواقع صراحه. لان كتشوف الشامبيونز ليغ عندها لافالور ديالها كبيره، وحنا كنا كنطالبوا من قبل ما يبدا الميركانتو كنا كنطالبوا بتعزيزات قويه على ود الشامبيونز ليغ، ولكن صراحه الله كيبقى لوبستاكل هو المكتب السير صراحه. ما عندي عليه بوان دانتيغوغاسيون انا، او ميم طون بوان ديكسكلاماسيون تعجب وتساؤل، لان ما شي امور اللي هي باينه باش نكونوا واقعيين. داكو خويا، كنشكرك اخويا المهدي على التدخل ديالك، تحياتي ليك، فرصه سعيده. سلم على الوالد وفرصه سعيده هذه، تبارك الله عليك. الله يعافيك. ميرسي بوكو. ويلي والو اخويا امينوس، حلف هذاك الاسم ديالك لا طلع ليا في واتساب في الطابليت بعدا، اما التليفون ما نقدرش ندوزك حيت كندير منه اللايف. والو الوغ شحال عندنا فيه؟ نمشيو نشوفو الأخ اللي هو جعفر. عطانا تواضع أولمبيك أسفية تجاوز النصول وديا بهدفين لهدف، تبارك الله الخير هذا. وي سي جعفر تحياتي، صافا شي بخير؟ الله يبارك. اش يمكن لك تقول لنا على الترشيحات اللي طاحت اليوم في الوازيس؟ بلاش الله يجازيك السي بخير. السي يوسف الحيد غير البلوتوث مش شرطو بزاف، تسمعني بشكل اوضح. مرحبا. حيت انا كنتصنت لك، ما كنبغيش نبقى شاد التليفون، كنكون كنتحرك داكشي علاش. راه كنت تواصلت معك واقيلا قبل، كنت صيفط لك فاش كان لاح السي اسامه، كان لاح الاخبار ديال الخبر ديال الترشح ديال السي انيس محفوظ. فشوف حنا الموقف ديالنا من 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 اول مره، انا كان عندي يعني اول لقاء معك لايف كنت فيها يعني صوره وصوت، عندنا حنا الفكره ديالتنا هي واضحه من الترشيحات كامله اللي كتبان لينا، كيبان لنا واحد الشخص اللي هو السي رضوان الرامي، ماشي اننا كندعموا لان عارفين شنو غادي يدير ولا شنو ما غاديش يدير، هذا اللي كيبان لك بانه هو الشخص اللي ممكن انه جاب واحد المشروع واعلن على الترشح ديالو على اتساع على قبل بزاف ديال الاشخاص اخرين. الصوت ديالي واضح السي يوسف؟ واضح مزيان هضر. حيت كنسمع شي صداع شي ممكن على راه المشكل من عندي انا. فزعما انا هاد المساله يعني مترشحين من هاد النوعيه هادو هما اللي حنا اللي بغيناهم، مازال ما كاينش. بالنسبه للسي انيس محفوظ، حنا كنقول له حنا كجماهير الرجاويه بانه عندنا عليك بزاف ديال العلامات ديال الاستفهام او عده تساؤلات او عتاب نقولوا بصفه عامه، خاصه في المرحله اللي انت يا كنتي فيها في المكتب المسير، وهذه الهضره حتى هي كتنطبق على السي رشيد الدروسي والاشخاص اللي كاينين معاه الا كانوا هما عندهم واحد العزم باش انهم يتقدموا للرئاسه ديال الرجاء. السي انيس محفوظ، انت تركتي الركب وقدمتي الاستقاله ديالك في واحد الوقت اللي كان الرجاء محتاجك،
بحكم انه انت ما عجبكش واحد القرار او شيء معين. الانسان فاش كيخدم في واحد الجمعيه او واحد المؤسسه بحال الرجاء، كيقول لك انه الراي حر والقرار ملزم. فانت كتخدم في واحد وسط واحد المؤسسه، يقدر واحد الوقت يكون الراي ديالك هو الذي سيتبع وغيتمشي عليه المكتب المسيري، يقدر ما يكونش. وبذلك انا ما كتبانش دابا ان عندك روح ديال المسؤوليه ولا شحال الروح الرياضيه فيما يخص يعني القرارات ديال المكتب المسيري. فما عرفتش شكون هما الاشخاص اللي غادي تجيبهم انت باش يكونوا معك في المكتب. وانا هذا هو الاشكال اللي عندي، هو انه الناس باش كيجيو ما كيعلنوش على الاسماء ديال المنخرطين اللي غيكونوا يشكلوا معهم اللائحه، باش كنبغوا نتعرفوا على ليكيب كامله وكنقدروا اننا نعاونوا هاد المترشحين. مثلا كنقدر انا نعلمك نقول لك بانه هاد الشخص هذا راه ما عندوش باش ينفعك، او كيبان لي هاد الشخص نقول لك من الافضل انك تحطه مثلا على رئاسه مثلا المدرسه او المتابعه المدرسه، هذا متابع مثلا الفريق الاول. هذا فيما يخص الماركتينغ هذا ما كنعرفوش كنعرفوا غير المرشح، وكتبقى عندنا الهاجس وعلامه الاستفهام المده كامله الى حدود الاعلان ديال الانتخابات، وكيطلع الرئيس. السي انيس محفوظ كيف ما قلنا وكيف ما ذكرت انت في بدايه اللايف على انه عده شؤون او قضايا قانونيه خسرناها، واكبرها هي الطريقه اللي مشى بها انا الجبرون، وكاين تحفظ اللي هو كبير لان خليتي بانه هو مشى وسينا مع فرقه اخرى، دابا هو ياخذ الله يسهل عليه، ومازال كيطالب الرجاء بمستحقات. كاين اشكال اخر لقيته اللي هو ما عرفاش واش غيكمل في المكتب ولا انه غيخرج من المكتب، بدا كيطالبوا المكتب المسير على رئيس على يعني على الراس ديالهم السي رشيد الاندلسي باش انه يعطيهم بعض الوثائق، مخلي الكونترات عنده ديال اللعابه، مخلي امور قانونيه عنده في البيس ديالو، وهذا الشيء اللي هو قانونيا واخلاقيا لا يجوز. انت اسرار ديال الرجاء كتبقى في الرجاء، وانت كتساعد على انك باش تخفيها. نزيدك واحد القضيه اخرى، في الوقيته ديالو كانت واحد العده ديال التسريبات بالنسبه للعقود ديال بعض اللاعبين، وكانت عده اخبار انها كدوز، ما كنتهموش بانه هو اللي كان كيديرها، ولكن في الوقيته ديالو امور قانونيه. ولكن هو اللي كان مؤتمن عليها. اذا كان مؤتمن اذا ما خصهاش تصدب، اذا تصدبات الخطا ديالو هو. ونتنعقل على الملف ربما ديال بيساك، داك الكونطا تاع بيساك، الكونطا ديال الهدهودي، الكونطا ديال الهدهودي حتى هي تصنبات. بزاف ديال العقود اللي تصنبوا عرفنا اخبارهم، وحنا بوحدنا من دول الفلاقي ديال المغرب، وهذا الشيء راه هذه مخالفات تسيء للمسؤول. كاين حاجه اخرى اللي كنظن واقيله بانه من الحويجات يقدر يكون غير السبب ديال حكا ديال ان السلامي انه غيمشي ولا ما غاديش يمشي، يعني الذهاب ديالو او البقاء ديالو ماشي هو السبب الاساسي على انه احتجوا مشى في حاله. كنظن بان السبب الكبير واللي كنعتبروا بانه اي منخرط ولا اي واحد كيكون عضو ديال المكتب المسير كيبغي واحد البوست اللي هو كيعجبو، ولا هو البوست ديال السي رشيد البوصيري الله يرحمه والله يجد عليه الرحمات، اللي كيكون هو المفاوض. كنعرفوا انا شنو كيدور في الكواليس بالنسبه للمفاوضات والاشخاص اللي هما كيتبعوا اللوائح ديال اللاعبين سواء الترونسفير ديالهم ولا ديالهم، هو اللي كان مكلف بهذا الملف هذا بوحدو، يعني كيدخل اللي باغي وكيخرج اللي باغي. فكنظن واقيلا في وقيته ديال السي رشيد الدالوسي، واقيلا هو بحكم انه مفاهم مع السي الابراهيمي، فهو واقيلا عطاه هاد الفولي هذا باش انه يتكلف به. فممكن ان هذه المساله هي اللي اشادت يعني الغضب ديالو، ما استصغاهاش بواحد الشكل اللي هو كبير، وبعد بدون اي اقتراحات. النقطه الاخرانيه بالنسبه للسي انيس محفوظ، لو انه كان عندك شي قدره انك دير شي حاجه، لو انك تساءتي بالمكتب المسير في الوقت اللي كنتي فيه وما ما تخرجش، الا شنو هي لا فالو اجوت ديالك غتعطيني دابا نتايا ملي غتجي انت وشكون انت رئيس؟ لا برنامج جديد، جاب برنامج جديد كان عنده من قبل ما قد يعطي اضافه، ودابا راه جايب برنامج جديد غادي يعطي الاضافه. دابا ضحكوا على الدقون، ضحكوا على الدقون. لا، ولو انه السي انيس محفوظ الفراي بانه هو كان باغي انه يساعد، وكانت نوعا ما واحد النوع ديال المقاومه من داخل المكتب المسير، وانهم ما يشاركوش في تسيير الفريق، وبانهم غادي يستفردوا بالراي ديالهم وما غيسمعوش ليه، كنتي ساهل عادي دير ندوه صحفيه وغتكلم على الاسباب ديال الخروج ديالك من المكتب المسير، وغادي تقول بانه ها فاش بغيتنا نعاون الرجاء، فاش بغيت نعاونا، ولكن من اجل مصلحه الرجاء وليكيب اللي كاينه تما، فهما ما كيوافقوناش على الراي، وانا غادي نمشي في حالي هنا. نقدر نعتبر بانه راك كتب انك باغي تساعد. زيدت على واحد النقطه اخرى باش نكونوا واضحين، زيدت على واحد النقطه اخرى اللي هي اساسيه ومهمه خصنا نذكروها،
واللي ممكن اننا نسيناها لحقاش داز الوقت ولقينا امور اللي هي اهم وعندها واحد القيمه اللي هي اكبر نسيتنا فيها. السي انيس محفوظ الوقت اللي مشى السي زياد رجا السي رشيد الاندلسي وما بغاش يكون كاتب عام، دونك بغى يقلب له البوست، هو تشبت بحكم انه هو كاتب عام وخصو يبقى كاتب عام، وبدا كيتحجج بالقانون وبزاف ديال الامور وقال له انا لاصق هنايا وفريمون دار لازيزاني في داخل المكتب المسير، ومره كيحضر ومره ما كيحضرش، محتاجينه هو بالنسبه للكتابه العام وما كيجيش، راه دار مشاكل كبيره داخل فريق الرجاء بغض النظر على المسؤوليه ديال السي رشيد الاندلسي وما قام به المكتب المسير بصفه عامه، ولكن السي انيس محفوظ دار داكشي ديال الدراري الصغار باش نكونوا واضحين، ما لم يكن مسؤولا، فإذا ما كنتيش مسؤول داخل واحد المكتب مسير معين ودرت هذه الاخطاء كامله فاسمح لينا انا كرجاوي بوحدي مستفد بالراي ديالي، يقدر يتفقوا معي الرجل يقدر ما يتفقوش معايا، انا لا اثق في هذا السيد هذا نهائيا وما بغيتش نهائيا يكون كيف ما السي رشيد الاندلسي. السي رشيد الاندلسي قلناها وغنعاودوا نقولوها وغادي نعاودوا نقولوها، علاش حنا كيبان لنا بان السي رشيد الاندلسي بالمقارنه مع جماهير يعني رجاويه يعني اشخاص اخرين كيبان لهم بان السي رشيد الاندلسي دار عمل موج جيد وانه خصو يستمر، راه ماشي انا اللي قلت، راه هو اللي قال، راه نقول لكم شنو اللي قال، وراه الا بغيتو رجعوا السي يوسف راه دار تعليقات على بعض الفيديوهات اللي كتبت بانه راه لا يصلح انه يكمل، دار عمل مزيان سير المرحله، هو سير الازمه، كاين فرق ما بين سير الازمه وما بين انك تقود مشروع ديال الفريق. سي رشيد الاندلسي فاش طلع مع السي اسامه وحتى في الطلعه الاخرى اللي كنت انا كتصيفطها لك ديال لو سي تي في قال عده امور كتبين بانه ما يمكنش له انه يقود السفينه بالشكل اللي حنا بغينا حنا باش تطور به الرجاء. النقطه الاولانيه هو انه سي اسامه دار فيه في وسط البرنامج، فاش قال له انا كنت مكلف بالمدرسه وبالتكوين وبهذه الامور هذه كامله، وقال له بانني انا ما كنتش عارف ماذا يدور في الكواليس وما والحال ديال ماليه الرجاء، فدار عنده السي اسامه وقال له هذه مسؤوليه ديالك، قال له لا انا كنت مكلف غير بهذا الشيء ما كنتش باغي نبرز راسي بهذه الحوايج الاخرين، كانوا الناس هما مكلفين. وفاش بغى انه يستلم الرئاسه من عند السيد زياد بحكم انه هو النائب الاول، عاج لو رابور ديال الوضعيه الماليه ديال فريق الرجاء، وقال لك بانه قرا له بدا كيقرا عليه الصفحه الاولى ديال الوضعيه المزريه، الصفحه الثانيه، وقال له حبس، قال له بلا ما تزيد لنخاف ونرجع للور. اذا انت كنتي في واحد المكتب الذي تنتمي له وانت عندك الصفه ديال الرئيس الاول، يعني خاص بصفه مستشار اول الرئيس، كل شيء عارف، فما كتعرفش وهذا انا كنقول الا كان عارف مصيبه، الا ما كانش عارف مصيبه اكبر، يعني انت ما صالحش. انا ماشي مهم عندي يكون عارف ولا ما عارفش، مو في كلتا الحالتين انت ما صالحش، يعني الا كنتي عارف راك كذاب، الا ما كنتيش عارف راه فانت فاقد للاهليه، هذا هو اللي مهم عندي انا السي يوسف. انا اللي بغيت نضيف انا على الكلام ديالك هو انه حتى هاد المنخرطين اللي كيامنوا به وكيدعموا انيس محفوظ حتى هما ما صالحينش، حتى هما ما صالحينش بطبيعه الحال دونك حتى هما خصهم يخويو الوازيس، هاد الناس خصهم يمشيو بحالهم، خصنا اعاده النظر في مؤسسه المنخرط، هاد الناس اللي باغيين هاد النوعيه هذا يولي رئيس ديال الرجاء راه يقودون الرجاء الى جريمه رياضيه كبيره زعما على المستويات، جريمه يعني تريد ان تعتقل الفريق بين أيدي ناس ليسوا في مستوى التدبير وليس في المتسير ولا ثقة فيهم والجمهور كارهم. أنت ملي كتدعم واحد الراجل اللي الجمهور ما باغيش، معنى هذا أنت تكرس التفرقة بين الجمهور وبين المكتب المسير، ويستحيل فريق ينجح في عالم كرة القدم إلا ما كانش هناك واحد التواصل وواحد التناغم ما بين الجمهور وما بين المكتب المسير، لأن هادو هما لي دو بيليي القويين في الفرقة. الى انت الى الجمهور ما باغيش الرئيس واخا يبغيوك 100% ديال المنخرطين، راه كيخصك مع الناس لابور نيميرو 1 هو الجمهور، دونك الجمهور خصو يكون باغي واحد المسير وكيدعمو وكيامن، لان الجمهور ديال النجرة متطور كيامن بالبرنامج ديالو، هاد السيد خرج البرنامج ديالو قراه الجمهور وناقشو وبان ليه فيه الامال وفيه يعني واحد المستقبل اللي كيبشر بالخير. اذا ما كانتش هاد المسائل وبغيتي ديروا ديك الفدلاكه بيناتكم، اكون على يقين انكم تجرمون في حق الفريق حاليا وستستمرون في المستقبل، وسيبقى الجمهور وراءكم وسيبقى منفصلا عنكم ولن يدعمكم، وستبقون هكذا تعانون مع الجماهير الرجاويه، هذا شيء اكيد ما في شك. تفضل خويا.
تفضل. صحيح. قلت لك انا كاينه هذه النقطه هذه، لانه كيقول لك بانه هو ما عارفش، وهذه كيف ما قلنا في كلتا الحالتين، سواء كانت عنده المعرفه ولا ما عندوش المعرفه، فهي مشكل كبير. وهو فاقد الاهليه وخصو يمشي، الله يسهل عليه. وشكرا للمرحله اللي هو دوزها، وانه دوز كان مساهم في انه يدوز الرجاء من النفق الضيق. النقطه الثانيه هو انه قال بانه فاش غيشد هو الرئاسه، يلاه بدا كيتعرف على الوضعيه الماليه ديال فريق الرجاء والمشاكل المديونيه. فهذا الشيء شنو كيبين؟ بانه الكلام الذي والبلاغات التي كانت تخرج من مكتب المسير، ولا التصريحات سواء ديال الرئيس او المكتب المسير، بانهم فكوا جزء من الديون ديال فريق الرجاء، وبانه باقي غير القله القليله من الديون، فهذا كله سي الاندلسي بحكم انه كان عضو في المكتب المسير السابق ورئيس دابا، بانه كلام باطل وما كاينش، وبانه ما كانش تسير كيف ما كان يسوقوا في الاعلام. لا لا شي اللي كاين، كان فوضى وكان داكشي اللي كاين اخويا، وراك كنت متبع معايا لي لايف، راه كنت كنقول دائما اتحدى ثم اتحدى اي واحد كيدوي على الوضعيه الماليه ديال الفرقه، انه تكون عنده الحسابات مضبوطه من تاريخ استلام المهام من طرف السي زياد الى يومنا هذا. اتحدى يعني هاد الفترتين بجوج اللي كان فيهم تقرير مالي باقي ما تصادقش عليه، هادي عامين دابا، شي واحد عنده حسابات مضبوطه والمبلغ الاجمالي والحقيقي ديال الدين ديال الرجاء، انا كنتحدى واش كاين شي واحد، واحد في الرجاء ما كاينش. راه واحد الروينه وقعات، واحد اللخبطه، وهما بغاو ديك اللخبطه تبقى باش ما تبانش الامور واضحه وما تكونش الشفافيه واضحه، باش ما تفرش شي حوايج بغاوها تبقى مخبيه. وراه باينه هاد المسائل، انه راك شتي الفتره ديال البيع ديال بانون، باقا الان سي اون زون دومبغ في التقرير المالي، ما عرفناش دوك الفلوس فين مشاو وفاش. وراه قال الاندلسي، قال لك اودي لقيت بان ابو عميره واللاعبين الاجانب ما خداوش من فلوس بانون، ما خداوش بما فيهم بانون كان كيتسال 160 مليون، فوالا ما خداش منها. اذا ها هو دابا رئيس كيفرش رئيس، داكشي غير بيناتهم سبحان الله، باش عرف هاد الفرقه شريفه، وفرقه اللي هي كما كيقولوا زاويه، وراها بيناتهم غيبداو يضربوا بعضياتهم. اوكي صحيح. هو هادشي راه تكرات قال وسط الحلقه ديال السي اسامه، فاش قال له غنديروا معايير اخرى، وبان المعايير اللي قبل بان ما كانت صالحه، ويقول له واش كاين شي فرق ما بينك وما بين سي زياد، ويقول له لا لا لا، سي زياد هو استاذي وشخص عنده شركه كبيره وكيعرف يسير وكيعرف يجاري وكيعرف وبدا كيرجع ما بينه وما بين راسه، وبدا كيقول حتى انا كنعرف نسير، بحال بغى يدير شويه تسويق لراسو، حتى انا عندي شركه وكنت مشارك في وكنت من المساهمين ديال ما عرفتش جمعيه دوليه وواقيله ما عرفت ولا وطنيه لاعاده مثلا بناء واقيله بعض الاثار المآتير، وشي حوايج بقى كيقول انا ما فهمت فيهم حتى شي حاجه، ما عرفتهمش، ما علاقتهم بالتسيير الرياضي وبالتسيير كره القدم، فما علاقه انت تسير شركه محدوده ديال المسؤوليه مع انك تكون في شي مؤسسه اللي هي كبيره، ما عرفتش انا ما هو اوجه العلاقه. ولكن اللي كان بان هاد اللقاءات بجوج بهم بين على عدم المعرفه ديالو بالحسابات، وبانه كانت كارثه، وعاود اعترف بالفلوس ديال بانون وهذه كارثه، وعاود قال بانه هو كان نائب الرئيس الاول، ولكن كان مبعد ولا يعرف الواقع ديال فريق الرجاء نهائيا باي شكل من الاشكال، وقال عده نقاط بما فيها اللي ذكرتيها ودرت عليها انت تعليق ديال اننا راه حنا دابا خدامين بالشركه، وبانه راه كيفاش غدير انك بالشركه. زيد على النقطه الاخرى في نفس اللقاء هذا اللي هضر فيه تكلم فيها الشركة، قال واحد النقطة اللي هي مهمة واللي هو كيتشارك معنا فيها، قال الرجاء بأنها راه كتسير بطرق تقليدية وعصرية أكل عليها الدار وشرب، وهنا كيتوافق معنا، وبأنه خاص دار هيكلة وخاص دار استراتيجية اللي هي جديدة، وصعيب أنك تسير غير بثلاثة الناس ولا بأربعة الناس، ومن بعد قال لك حنا درنا المجهود. فانت كتوافق معنا في الفكره، ولكن اين مجهود درتي؟ راه ما شفنا لا هيكله لا اشخاص اللي مناسبين اللي ممكن انهم يسيروا حتى شي حاجه. اذا انت كتوافق معنا كجماهير بانه هذه النوعيه ديالكم نتوما بانها ما صالحاش، وفي نفس الوقت كتحاول تبين لنا بانك راك درتي شي مجهود ولا درتي شي حاجه، راك ما درتي حتى شي حاجه كاع نهائيا، الامور تمشات باللاعبين، درتي انت واحد المجهود. ونقطه اخرى اللي قال حكا حنا راه حنا تقاتلنا باش جبنا حنا مستشيرين، واش والله شي مستشير حنا ما شفناش في الديار؟ مات راه قال
راه قالها في اللقاء ديال اسامه، راه كان قالها في اللقاء ديال اسامه، اعطيني هذا اسامه الوجه قال هنا له، شنو، اعطيني شنو راه هو. قالها في اللقاء ديال اسامه، راه قالها في اللقاء ديال اسامه، راه قال له، راه قال لك، راه كان انا غنقول لك داك الشيء اللي قال الجمهور. الجمهور كيقول بانه انتم ما درتوا والو، اللاعبين هما اللي جابوا الكاس الاتحاد الافريقي وهما اللي حققوا المركز الثاني وهما اللي جابوا كاس العرب، وراه هاد اللاعبين هما نفسهم تبعتيهم باش دخلتي السيوله، اذا خاصك نورمالمون تجيب مستشيري وتجيب كذا. وراه جاوبه مباشر، شان قال له لا راه جبنا مستشيري، هي فاش قال له راه هضرنا مع التي ام اس ولا التي اس ام بانها توفر من واحد المبلغ مالي وكذا. وعلى ده مستشير تي اس ام، تي اس ام هو المستشير، تي اس ام هو الشركه. سيري قلبي لينا على المستشير وحاول تقلبي لنا على المداخيل، يا سوق الدلاله يعني، بيعوا الثمن ديال الرجاء باش ما كانش يقولنا باش نقضيو حنايا. قال لهم هو الاشكال، راه خاصو يعرفوا الرجاويين. لا ما معناه انه، ما معناه ان رئيس كيطلب من الشركه اللي مكلفه بالتسويق لو برودوي غاجا، كيطلب منها او موان تعطيه 100 مليون في شهريا. ما معنى هذا؟ واش انت معناه هذا، انت ما عندكش درايه بعدا بالارقام تاع المستشارين شحال كيعطيو ولا ضاجه. خاصك تكون درتي واحد الدراسه وعارف شحال كيعطيو المستشارين مثلا، تيعطيو مثلا نقولوا في المجموع ديالهم واحد 3 المليار او واحد 2 مليار ونص، كنجي كنقسمها على 12 ياك، وتنقول لذاك المستشار ذاك التي اس ام، كنقول له ما ودي شوف راه هذا المبلغ الا قسمناه على 12 كيعطينا على الاقل واحد 200 300 مليون في الشهر، دونك او موان خصكم تعطيونا 300 مليون في الشهر. هذه اللي كتكون، ماشي كتجي في الاول تقول لهم لا عطيوني 100 مليون او موان. علاش قيس هو دابا؟ قيس على الاجور اللاعبين، شحال كتله الاجور، كتله الاجور فيها كذا، انا نطلب منهم يعطيوني 100 مليون. بارك اخويا، هذا سي دي نيمبورت كو. واش انت كتسير شركه؟ ما يمكنش تكون كتسير شركه وكتريزوني بهذه الطريقه، امبوسيبل. راه ما يمكنش، هذه كتفرش حاجه اخرى السي يوسف، كتفرش حاجه اخرى بانه قال لك هو لقيتها فاش وقع شد الدراجه، ذكر كورونا، ما كاينش الجماهير، ما كاينش مداخل مع الجمهور، وركز على النقطه ديال انه ما كاينش مصدر ديال الدخل، وبانه خاصهم يتحاربوا الى اخر المنافسات كلها باش يمكن انه يكون عندهم دخل وعندهم سفريات وعندهم شحال من حاجه. هي فاش ذكر المساعده ديال المنخرطين بانهم تكون الخيرات ديالهم من الوقت باش انهم عاونوه، وهي فاش ذكر هذه الشركه ديال التسويق ديال التسويق لو برودوي راجا بانها تقلب له على بعض المستشارين او اشخاص اللي يمكنهم يدفعوا اموال في بعض المقابلات او في بعض الامور. هو ما شرحهاش هكا، ما شرحهاش هو بهذا الشكل هذا، لانه قال لك ما كاينش مصدر اخر. هذا شنو كياكد انه الاصداء او الاشاعات او الاخبار اللي تقالت واللي قالها حتى بودريقه حتى هو، حنا متفقينش كاع نهائي مع بودريقه، ولكن هو ذكرها بحكم انه وقع لها وصلته المعلومه بشكل ما، بان السي زياد من وقع المشكل طلب من المستشارين انهم هذوك لي ترونش اللي كيديروا انهم يسبقوا ليه كل شيء، فخذا ثلاثه، خذا واقيلا خذا ثلاثه الارباع واقيلا ديال الفلوس، دقه واحده سمعتها، نشف الراجه من الموارد واستنزف الموارد مع المستشارين اللي هما كيديروا في اقساط معينه باش كتخلص بها بواحد الالتزامات، لان كل شيء كيكون مقسم. ومن جا السي رشيد الاندلسي ما لقى حتى شي حاجه، وبقى كيبيدالي اغوشي ادروات، ما لقى ما يدير ما حتى شي حاجه. هنا راه هادشي اللي كنتكلموا عليه حنايا، باش مش كنقولوا بان السي رشيد الاندلسي بانه ما صالحش. اخر نقطه باش ما نطولش على الاخوان، ما نطولش عليك حتى نتايا، لانه تفضل. مرحبا، راك معذب معانا بزاف. مرحبا، الله يجازيك بخير. الله يودي ما كاينش. اخر نقطه هو هاد ما تبقاوش الله يجازيكم بخير تستحمروا الجمهور، فانتايا كتخرج لينا البلاغ ديال البشاوي ديال البوسكوره بانه بلاتي خويا بلاتي جعفر، واحد السيد كيسول الله يحبك كنجاوبو دغيا باش ما يمشيش ليا الميساج. هذا كان السي كيسول قال لك واش سمعتي، هذا السي ازرقان قال لك واش سمعتي التصريح ديال بن هاشم ملي سول على الزرهوني. سمعتو اخويا سمعتو، تيقول بانه الا بغينا نجيبو الزرهوني الا بغينا نسلحو الزرهوني كيخص يجي رحيمي. دعوت الله، واش عندك لا شحشم؟ واش انت مدرب صغيور؟ انت بعدا مدرب صغيور، ها باش نتفاهموا على هذه المساله، انت مدرب صغيور وكدوي على لاعب كبير، خاص تكون انت مدرب كبير باش تدوي على لاعب كبير. انت انا صغيور، راه لقيتي الفتح، انه راه الفتح راه كان ذاك العام كيتدري بها الخلفي، الخلفي راه كان يلاه تخرج كمدرب ويلاه كيتعلم، راه جابوه تعب راسك واش قطعتي الواد ونشفوا رجليك وليتي مدرب الفتح. فانت مدرب صغيور، ملي خرجتي من الرجاء وما بغاوش يعطوك، لا ديريكسيون تكنيك، وما بغاوش يعطوك مدرب في الرجاء، وبقات فيك ديك العقده، فمن ذاك الوقت راك بقيتي صغيور كتريني بالفرق الصغيوره. دونك هذه من جهه، من جهه ثانيه رحيمي بزاف عليك، رحيمي صاحبي وساوي 3 مليار ونص، واش بغيت تقارنه مع الزرهوني؟ الزرهوني شحال ساوي في السوق؟ الزرهوني شحال من عرض جاه من الخليج؟ ها من الخليج بعدا جا شي عرض ما جاش؟ كون جاك ولا طيرتوه، لان عارف ان الفتح مقجوج محتاج الفلوس،
فتح دابا مستاجر الفلوس. مازال ما داش العلاقه و باش يكون عنده فالور في السوق. الفتح براسها عندها، لعابه كيتسالوا، عندها استحقاقات، عندها لعابه كيتسالوا، وسول الناس اللي كيعرفوا الفتح. اذا الفتح محتاج الفلوس، كرهات تبيع الزرهوني دابا ولكن ما جابش، رجا غير العرض ديال الرجا، وشي فرقه اخرى بغات تزاحم الرجا هنا داخلين غير ضد. اما هو اذا انت خصك تعرف علاش كتقول مع فمك، لانه كتقيس واحد اللاعب كبير وكتقيس واحد الفريق كبير، وهذيك الفريق غيبقى ديما كبير فوق منك، راه ديما كبير عليك، وما عمرك كتلحق تكون مدرب ديال الرجا، لانك انت صغير في افكارك، واللي كيكون صغير في افكاره حتى في التدريب كيكون صغير في التدريب ديالو. فبارك عليك جايه راجعه وكتلعب داك الكونتر ديالو وداك اللعب ديال التقصاب هو اللي كتقنو، بارك عليك. اما الرجا راه بعيد عليك بزاف اخويا، تفضل خويا. عموما هذه صراحه كيف ما قلتي انت، ماشي غنبغوا، زعما نصغروا من الزرعوني ولا شي حاجه، ولكن اللاعب ما دا حتى شي لقب لا فردي، ما دا حتى شي بطوله، ما دا حتى شي حاجه باش لا فالور ديالو انها طلع. رحيمي مجرب عليه، رحيمي حتى مع المنتخب، يعني مع المنتخب المحلي دا جوج ديال الالقاب، دا احسن لاعب في البطوله، احسن لاعب في لاكاف، احسن لاعب في لاكاف، احسن لاعب في لاكاف. يعني كاينين بزاف، ديال الحويجات اللي ما يمكنش لك تقارن اللاعب ما عندوش هاد الزخم من الالقاب ومن التجارب، وتقارنوا مع واحد اخر هذه راه زعما شي حاجه اللي غير منطقيه بالبت والمطلق. لا عز عليه السيف زازات، عز عليه السيف زازات، كلام مردود عليه، لانه كيقول كيقول غير اي حاجه وصافي، غير بغى ينشط ديك الندوه الصحفيه وصافي. هذا هو اللي كاين، غير هو من خلال ديك الندوه الصحفيه نبغوا نتوجهوا للمكتب ديال الرجاء باش ياخذوا شويه ديال، يكون زعما شويه يحشموا ويشوفوا غير القاعه اللي دارت فيها البريس كونفيرونس، واش فارق من حجم ديال الرجاء، واش ما تكون حتى هو ما يستاهلش انه تكون عنده شي قاعه بحال الشكل اللي كاين ديال هكاك. هذه خاصهم هما يشوفوها، واش ما شافوش البلاصه فين هما وقعوا العقد، كيفاش دايرين ديك لا فيترين ودايرين فيها هما لي كوب، على الرغم من انهم عندهم كوبات على رؤوس الاصابع، كيفاش مقاده، كيفاش مصوبه، اللي كتبين لك بانه راه فارق فهمتي في المستوى. هذه هي الحاجه، واخا واحد الفارق انه ما يعجبناش ولا شي حاجه، ولكن شوفوا المقارنه، شوفوا هما شنو دايرين وانت شنو دايرين، انت شوف شحال الجماهير عندك وهما شحال عندهم، شوف انت شحال كتدخل من امكانيات ماديه وشحال الارقام كتحصدها. ومن اخر نقطه كيف ما قلت لك باش ما نطولش، حيت دخل وصلنا النهاية اخويا جعفر، وصلنا النهاية. غير لخص، لا هذه غادي البوسكوره، هذه غادي البوسكوره، قلت لك ما تستحمروش الجمهور الرجاوي وتقول له بانه انت مصيفط الدعوات على اساس انه غيكون الجمع العام عن طريق الويب، يعني غيكون ا ديستونس، وفي نفس الوقت كتخرج لنا البلاغ ديال الباشاوي ديال بوسكوره بانه حكا راهما راه ما بغاوش وراه ما داروش وما شوف. كاينه ظروف خاصه، لو انه كان جمع عام عادي، يعني عادي اللي ما غيتمش فيه انتخاب المكتب وانتخاب الرئيس، ماشي مشكل دير ا ديستونس، لان غيناقشوا فيه غير التقرير المالي والادبي وبعض النقاشات، ماشي مشكل. ولكن راه انتخاب رئيس راه ما يمكنش، كيف ما دابا انتخابات، دابا حنا كنشوفوها باقي لها على بعد ايام قليله وغدير انتخابات، راه الناس راه ما يمكنش يصوتوا اونلاين ولا يديروا شي حاجه، ولا الناس ما يخرجوش يديروا الحمله الانتخابيه. لا شوف المسائل هذه كيف ما الناس خارجين كيديروا اللقاءات، حنا راه عندنا شحال عندنا ديال الاعضاء، عندنا 150، شحال غيكون كاع في التوتال ديال تما؟ طلبوا 250، سمعنا بان 250، راه خرجوا المحامين ديال الرجاء وعلى راسهم السيد ابراهيمي، راه قال لهم بانه راه نوفروا لكم ديك القاعه ديال نادي المحاماه، راه وقيلا شي اون في طياط وقيلا فيه شي 1000 ولا شي حاجه، وغيديروا لي زومبلاسمون ديالهم، المسائل ديالهم، ويديروا لي بي سي ار ديالهم، وغادي يدوز ديك، راه لا يعقل انه يدوز هذا النقاش، غادي يدوز ا ديستونس الا كانوا باغيين يخفيو شي حاجه. شوف الا السياسيين خايف انه يبرر المرحله ديالو ولا شي حاجه، ما عرفتش. جعفر باش نختموا هذا الموضوع هذا، شوف شي دابا هما خرجوا لنا داك القرار ديال السلطه اللي غاضين فيه نفس يعقوب، باش يبينوا بانه بغاو يبنيو عليه من بعد يمكن ياجلوا. شوفوا دونك هذا هو الهدف ديالهم، ماشي غير هكاك داروه، ماشي اعتباطا. وهذيك الجمله اللي مكتوبه لتحت ومكتوبه بالكغا فيها بانه يتاجل الى اجل لاحق، هذيك مكتوبه بالكغا ومصوبينها مزيان، راها تعني ما تعني، هم مقصوده انها تكون بالكغا باش تبان وبان الناس يبنيو عليها. شوف راه شوف راه قبيله قلت لك واحد القضيه، قلت لك انه الاندلسي فرش الزيات ملي قال بانه راه الفلوس ديال بانون ما تخلصوش منه الافارقه وما تخلصش منه بوعميره، ياك الفرشه الثانيه
قلت لك بداو كيفرشوا بعضياتهم. الفشة الثانية هي أن المكتب الحالي يبغي يبني على قرار ديال السلطة، بينما قرار السلطة كيدوي التأجيل بالنسبة للحالات إذا كان حضوري، ما كيدويش على الحالة إذا كان عن بعد، ما كيدويش على التأجيل الحالات إذا كان بعد. دونك بغاو يبنيو عليها، شكون اللي غادي يفرشهم؟ غادي يفرشهم هاد أنيس اللي قدم الترشيح ديالو ل 14. واش فهمتي؟ حيت هو الأول اللي حط الترشيح قبل من الرامي، من اللي حط الترشيح ديالو دونك إل مانتيان أنه 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 الجمع خصو يبقى في لو 14. دونك انا فرشهم بانه ما كاين لا تاجيل لا والو، لا كاتوز غيكون عن بعد. صافي سالينا من هذا الموضوع، الجمع خصو يكون عن بعد. وانا كنطلب من الاخوه المنخرطين اللي هما باغي الاصلاح في الرجاء يدوزوا عن بعد، ولكن راه كاينه كما قلنا الطرق باش يمكن لك تقاطع، راه عن بعد يمكن لك تقاطع، تصيفط ميساجات ويمكن لك انك سميتو تكتب بانه نحن ننسحب من الموقع وننسحب من هذا الجمع، لان هناك تحايل وتطاول على القانون وعلى الديمقراطيه. يمكن لك تكتبها وتخرج بحالك وهكذا غيتسمى ان ذاك التقرير المالي غير مصادقه عليه وان الجمع تم توقيفه. فهمتي؟ هذا هو اللي كاين، راه كاين الطرق باش يمكن لك، ولكن ما تبقاوش شادين في هذه قضيه المحاسبه، ما تبقاوش شادين غنبقاو نناقشوا نقطه بنقطه وهذه فين مشات. راه تشوف راه ما عندك ما غدير مع هادو، غادوز هذيك المرحله بعدا يشدوها ناس اللي هما بغيناهم، اللي ناس ديمقراطيين وباغيين يديروا الديمقراطيه في الرنجة. من بعد يحل الله، من بعد يحل الله، غير دوزوا هذه المرحله، ما تبقاوش تبتوا ما ديك لا طات معزال لا بغينا يكون حضوري، ما كانش حضوري ما نديروش. راه كتخدموا الاجنده ديالهم، راه كتعاونوهم باش يبقاو تما جالسين. تحياتي خويا، كنشكرك خويا جعفر على المشاركه ديالك. متفق معك السي يوسف، ولكن غير تتجاوب عليها هذه في حلقه اخرى ان شاء الله، دير تعليق عليها. وي عطينا الشكل ديال كيفاش غيمكن يمكن انك انت تضمن انه الجمع العام يدوز في اجواء اللي هي فيها الشفافيه وكل شيء محترم. علاش ما تقدرش تكون هذه يعني هي من اسباب انه يقدر يبقى نفس المكتب او انه يطلع شي مرشح اخر؟ لان احنا ما عمرنا جربنا شي تجربه ديال الجمع العام عن بعد، كيفاش غيتحترم؟ غادي نجربوه احنا، غادي نجربوه، غنقبلوا التجربه كما هي، لانه هذا الحل هذا نجربوه احسن من اننا نوافقوا على التأجيل أو نطالبوا بالتأجيل حتى يكون حضوري. راه كونوا على يقين أنه هاد الناس غيبقاو جالسين حتى الماس ولا أفريل ولا شوف إمتى غادي يجلسوا. كنشكرك خويا جعفر وكنشكر جميع الرجاويين، تحية ليك وتحية للإخوة كاملين، فرصة سعيدة، إلى اللقاء بكم.